أصلاً يعني أولياء في الواقع إقامتنا لهذه المراسم لهذه الفعاليات من ملتقى دولي الذي يجمع ويستحضر تلك المحطات الخالدة في التاريخ المشترك لوطننا العربي ويدخل في إطار البرنامج الخاص للاحتفاء بالذكرى 68 لعيد الثورة التحريرية المباركة والذي أسدى تعليماته وتوجيهاته بضرورة مواصلة الحفاظ والعناية بهذه الذاكرة والعمل على نقلها من جيل إلى جيل. هو برنامج وطني يزيد مقداره عن 2020 فعالية على المستوى الوطني، فتشاركه نتشاركه وكل القطاعات الوزارية من خلال عمل اللجنة الوطنية لإحياء الأيام والأعياد الوطنية وكذا اللجان الولائية للاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية أيضا.